هي انا بعتبر الكلام ده كنت بقوله بالامس لي صديق صحفي في القاهره، في بينا حوار كان بيدور حوالين حريق مديرية امن الاسماعيليه الحقيقه، وتطرق الى مجموعه من القرارات والسياسيه. فانا في الحقيقه بعتبر ان هناك شخصيه سياسيه كما وصفها الدكتور ايمن نور، شخصيه حكيمه عاقله، على مدار سنه او اثنين او ثلاثه او اربعه الراجل عمال يقدم مبادرات لاصلاح الشان العام في مصر واصلاح مسار الديمقراطيه بشكل اساسي ورئيسي. وهو الوحيد الذي امتلك جراه ان يقول للسيسي مبكرا كفى 10 سنوات وسوف يسجل لك التاريخ، يعني انك لن تقدم على فتره رئاسه قادمه، واترك الشعب يختار من يترأسه بحرية وديمقراطية. الرجل أيضا كان حقيقة عنده الكثير جدا من المبادرات، ولكن أهم مبادرة في ظني عملها هذا الرجل كانت من الممكن أن تنقذ المصريين جميعا من هذا المستنقع لتزوير الانتخابات، المبادرة اللي هو عملها الخاصة بدعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإشراف على الانتخابات. طبعا كان يقصد الرجل من هذا الأمر، عشان برضو لما قال المبادرة في بعض الناس فهمت أقصى اليمين وأقصى اليسار، الرجل كان يريد أن يضع المؤسسة العسكرية الوطنية أمام واحدة من أهم مسؤوليات الدستورية، بحيث تكون هي أمينة على حماية الشعب ومقدرات الشعب والديمقراطية الفترة القادمة. خلونا بس حضراتكم نشوف مطلبه الأول، إن الرجل النهاردة قال تصريح أنا طبعا مشفق عليه، يعني تصريح لا يبدو فيه أنه متفائلا، ولكن يبدو أنه يعني استسلم وبدأ يتحدث عن فترة ما بعد ولاية السيسي القادمة. إنما خلونا الأول نشوف، وأنا بعتبر دي أخطر مبادرة سياسية حدثت خلال الوقت الماضي. صحيح، لكن أنا لم أخاطب الرئيس، أنا خاطبت القوات المسلحة وبموجب المادة 200 وطلبت هذا، يعني ده حق ليا كرئيس حزب كسياسي. وشفت المشهد اللي أزعج كثيرين، كان لابد إن احنا نطلب، لأنه احنا من البداية القوى الوطنية كلها طلبت من الحكومة ومن الهيئة الوطنية للانتخابات ضمانات عدة، ما شفناش حاجة تحققت منها إلا موضوع الإشراف القضائي، ودي مسألة ليست كافية، يعني لا في رقابة دولية ولا كل ما طلبناه من إنه كل مؤسسات الدولة يعني الرسمية تبقى على مسافة واحدة من المرشحين، أو إعلام مفتوح، أو مراقبة لكل يعني الحملات الداعمة لمرشحين بعينهم، استخدام الأماكن الحكومية والمؤسسات وما إلى ذلك. فطبيعي كان لابد إن احنا ننتفض ونقول يا قوات مسلحة، يلي البعض زي ما حضرتك تفضلت بيقول إنه يعني هي لا شأن لها بالعمل السياسي، لا، واقع الأمر القوات المسلحة النهاردة متدخلة في كل ما هو مدني وسياسي واقتصادي وعسكري، فيعني ليه طيب ما نستفدش من المادة 200 من الدستور ونطلب منهم حاجة مفيدة للشعب يعني. طيب كمان محمد أنور السادات، هذا الرجل اللي هو دائما وأبدا زي ما ذكرنا مرارا وتكرارا عندما يكتب ويتكلم بيكون في طيات كلامه وبين السطور إشارات مهمة جدا وإشارات حيوية جدا تجعلك تفهم المشهد بسهولة ويسر، وهذه عادة السياسيين الكبار. طيب هو بيقول لابد من وجود رجل عسكري كمرحلة انتقالية حتى نستطيع إكمال التحول الديمقراطي. هل هذا كان كلام محمد أنور السادات فقط؟ لا، كان كلام محمد أنور السادات، كان كلام الدكتور أيمن نور، كان كلام الدكتور عماد جاد في النداء الأول والنداء الأخير، الكل حدد أسماء تقريبا وأشاروا إلى محمود حجازي، ولكن السادات تقريبا في هذا الفيديو لم يذكر اسم. تعالوا نشوف ونتابع قال إيه. هي يعني محل احترام وتقدير كل مصري، لانه ما يعني بيخرج من كل بيت الضابط وصف الضابط والعسكري والمتطوع، فهي لها يعني في قلوبنا جميعا تقدير، فلما نلجا اليها ده ما هوش يعني ما هوش حاجه زياده. وخليني اقول لك بصراحه برضو
بعض من القوى الليبرالية دائما يتحدثوا على انه كفانا مرشحين عسكريين وانه يعني عايزين نشوف مرشح مدني، وانا متفهم وانا معهم، لكن لا بد، وده من الممارسة ومن القراءة للمشهد، لا بد ان يبقى في مرحلة انتقالية عشان التداخل والتشابك ما بين ما هو مدني اليوم وما هو اقتصادي وما هو سياسي، انت محتاج تخلق نوع من الثقة ومحتاج تخلق نوع من القبول عشان اذا جاء مرشح مدني في وقت ما يحصلش زي ما شاهدنا، ما عاش سنة، ما استمرش سنة، سلحة هي يعني محل. هي يعني الكثير في من الافكار والمبادرات يلقيها بعض الساسة الآن، كل ده من أجل إنقاذ مصر من الوضع الحالي. هل حالة الوضع الحالي مرحلة انتقالية، شخصية عسكرية، استدعاء المؤسسة العسكرية لإشراف الانتخابات، كل دي لحل حالة الوضع السياسي المتكلس الآن واليائس أيضا. هي بيختتم الأستاذ السادات يعني حواره مع الإعلامي الكبير حافظ المرازي بحديثه حول يعني أن اللعبة انتهت في حالة عدم وجود أي ضمانات ومراقبة انتخابية، ما يبدو النتيجة محسومة، وبالتالي بدأ الرجل يتحدث عما بعد ولاية السيسي الثالثة. لا احنا عايزين الفيديو. انا بس كنت عايز اقول لك حاجة قبل ما نروح. المهم جدا الفيديو اللي انت قدمت له، بس انا سألتك سؤال، الإجابة اللي انت جاوبتها لي دي، ده كده الراجل ده في منتهى الذكاء. طبعا انا مش هقدر طبعا اسالك السؤال ده تاني على الهواء، انا سالته لك في الفاصل، بس انا قلت لك الاجابه تحت الهواء. طبعا ومش هقولها، تطلع الهواء ومش هقول، بس انا دايما يا احمد بيبقى في ناس كده قاعده والله يا احمد بتتفرج يقول لك ايه، وليه محمد انور السادات بينادي على القوات المسلحه عشان تشرف على الانتخابات؟ ما تسيبوه يا جماعه ينادي على القوات المسلحه تشرف على الانتخابات. من اخطر المبادرات التي يعني جاءت على مدار 10 سنوات. طبعا الراجل ذكي جدا، وكان يعني حقيقة الرجل شايف القدرة على التغيير. لا أصل أنت كمان بتقدم فيديو مهم، بتقول هو نفسه بيقول إن المشهد الحالي بيقول إن الانتخابات انتهت وعلينا أن نفكر في عدم وجود ضمانات. يبقى ده بيجاوب على اللي قبله. يلا نسمع نشوف ماذا قال. في إنه يعني المشهد كده بيقول إن الانتخابات انتهت، وزي ما قلت لحضرتك علينا أن نفكر ما بعد 23، لأنه الحالة صعبة جدا، الشكوى مرة من الأغنياء قبل الفقراء، يعني الناس مش هتقدر تتحمل، لكن برضو الناس ما فيش قدرة على يعني لا نزول للشوارع ولا تظاهرات، لأن عارفين أنه النظام ما بيهزرش. فإيه اللي احنا رايحين له؟ بصراحة موضوع غاية في الأهمية، في إنه يعني المشهد كده